السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. متابعة لحديثي عن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد، الفيروس اللي بيعمل مرض كوفيد 19، هو بالمناسبة اسمه سارس كوف 2، يعني فيروس اللي هو يشبه السارس أو بيسبب مرض السارس، وكوف اللي هو كورونا فيروس، و تو الثاني، لأن الأولاني اللي هو حصل سنة 2000 وفي الأول سنة 2002، وفي الفيروس الثاني اللي حصل سنة 2012 في الشرق الأوسط. أنا هتكلم النهاردة عن طرق عدم انتشار الفيروس، وهل الطرق دي بتتبع فعلا وهل ممكن اتباعها. هي الطرق ديت هي توصية WHO، منظمة الصحة العالمية، ودي من وجهة نظر طبية طبعا، ومش كل وجهة نظر طبية ممكن صراحة تطبق، لأن في أمور أخرى بتتحكم في التطبيق، وهي النواحي الاقتصادية والأمور السياسية، ولو أن الأمور السياسية المفروض تجنبها لكن عمليا ما بتتجنبش. فهشوف أنت دلوقتي في دولة، هل الدولة بتاعتك دي بتحقق الشروط المطلوبة لمنع انتشار الفيروس ولا لا؟ ويا ترى بقى أنت كده على كده لو ما بتحققهاش، يا ترى أنت في خطر ولا لا؟ عشان نعرف، عشان تمنع انتشار الفيروس لازم تتبع 4 خطوات، ودي خاص بفيروس كورونا أو ما يشبه فيروس كورونا الجديد. فيروس كورونا الجديد ليه صفات معينة بتخلينا لازم عشان نمنع انتشاره فعلا نتبع خطوات معينة ربما لا تكون هي مع فيروسات أخرى. الفيروس ده ليه صفات معينة قلناها في فيديوهات أخرى في طريقة الانتشار. طريقة الانتشار بتاعته واللي ثبت بعد كده انها بتنتشر عن طريق، الكلام ده مؤخرا ثبت، انا قلته بصراحه كرأي في فيديوهات في اول عملتها في اول يناير، قلت ان الفيروس ده بينتشر من ناس تحمل الفيروس ما عندهاش اعراض زي فيروس الاتش اي في، وقلت ان الفيروس ده بينتشر من عند ناس ليس يعني عندهم اعراض شديده، اعراض خفيفه جدا زي البرد وما الى ذلك. الكلام ده قلته في أول يناير، كان وقتها لسه بيقولوا لا ما بينتشرش إلا بالكلوز كونتاكت، إن أنت تكون قريب جدا من المريض والرذاذ بتاعه اللي بيكح وكده ويجي لك، وإنه ما بينتشرش إلا بعد ما تظهر الأمراض. حاليا استقر تقريبا الرأي، وهو واضح من غير حتى رأي بحوث ولا حاجة، لكن استقر على إنه فعلا بينتشر من الناس اللي ما عندهاش اعراض حامل الفيروس ومن الناس اللي عندها اعراض خفيفه، وهو ده السبب فيما يسمى بالكوميونتي سبريد او الانتشار المجتمعي. الفيروس بينتشر وواحد يصاب، نكشف عليه ونعمل له التحليل يطلع مصاب، نشوف هو خد العدوى من مين، ما نعرفش من مين، فده اسمه كوميونتي سبريد او انتشار مجتمعي، وهو ده اخطر حاجه، وهو ده اللي خلى الدول تتخذ، بعض الدول تتخذ إجراءات عنيفة جدا جدا، يعني لدرجة إن إحنا نقول إيه، لكي الإجراءات اللي خدوها ديت مثلا نقدر نقول لكي تقضي على المرض فاقتل المريض، أو لكي تقضي أو تمنع انتشار المرض فاقتل المريض. الإجراءات بتاعتهم كده عاملة زي أفلام الزومبي، اللي يجيله زومبي اقتله. أفلام الزومبي شفناها، هو ده شبيه بأفلام الزومبي الوضع الحالي، بس الاختلاف الوحيد إن اللي بيصاب بفيروس كورونا 95% بيخف، فعشان كده ما بنقتلش المصاب، لكن لو ما كانش بيخف تأكدوا كان الناس هيقتلوا المصاب، لا جدال، لأنه إنسان مصاب ومفيش أمل إنه هيخف وهيعدي الآخرين، فما كانش في حل غير إن أنت تقتله، سيان كان أخوك، سيان كان ابنك، سيان كان والدك، لا حل. فهي زي أفلام الزومبي، بس الحمد لله رب العالمين، طبعًا ما إحنا مش ممكن نعمل كده يعني،
ليه؟ لأن الفيروس الناس بتخف، 95% بتخف، صح؟ لكن الإجراءات مجازا، الإجراءات التي اتخذتها الصين في ووهان أشبه بمقولة اقتل المريض، اقتل المريض لكي تمنع انتشار المرض. لكن خلينا نرجع تاني نشوف وسائل انتشار المرض بالطرق حسب رأيي كطبيب. أول حاجة عشان تمنع انتشار المرض، أول حاجة وأهم حاجة هو الاختبار تيستينج، وتاني حاجة هو تتبع المخالطين للذي يصاب، تالت حاجة هي الحجر الصحي، تحط الناس تحت الحجر الصحي، ورابع حاجة التباعد الاجتماعي أو social distance. يبقى testing, contact tracing, quarantine and social distancing. نشوف واحد واحد من دول، هل اللي بيتم حاليا فعلا الكلام ده مش كلامي طبعا، الكلام ده اللي توصلت إليه منظمة الصحة العالمية، وهم طبعا منظمة الصحة العالمية زي حالاتي دكاترة بيتكلموا من وجهة نظر الطب، ما يعني الناس ما بيقدروش يقولوا الكلام ده لازم ممكن يطبق في كل الدول ولا لا. الاختبار، نيجي للاختبار، هل هو بيطبق صح ولا غلط؟ اقول لكم ان الاختبار تقريبا بيطبق غلط في اضخم، في اقوى دول العالم بيطبق غلط. امريكا مثلا لما بتقروا في تقارير ميديسكيب او هوبكنز او كده بيعملوا ايه مع بيتصل الواحد بالتليفون، ماشي، شاكك انه ممكن يكون احتك بمريض او جه جنب مريض واحد مصاب، فايه اللي بيقولوا له؟ بيقولوا له طالما انت سليم، ما عندكش اعراض، طب اقعد في بيتك، اعمل لنفسك عزل شخصي ولاحظ نفسك لمده 3-4 ايام، اذا ظهرت عليك اعراض اتصل بينا، او اتصل بينا مثلا بكره بعد بكره، فاتصل بيهم بعد يومين ثلاثه، ايه الاخبار؟ زي ما انت مفيش اعراض استمر. يقول لهم لا ده انا ظهر عندي دلوقتي شويه حرقان في الزور وكحه خفيفه، اعراض خفيفه، طيب يبقى انت كده خليك في البيت واعزل نفسك، ماشي، واتصل بينا بعد يومين، او نتصل بيك بعد يومين، يتصلوا بيه بعد يومين ثلاثه، لا ده الاعراض عندي بقت في حمى وكحه وحاسس بهمدان، طب تعالى تعالى للمستشفى، ياخدوه من المستشفى، ماشي، ويبتدوا بقى يعملوا له الاختبار. يعني الاختبار بيتعمل لمين؟ ودي في امريكا وتقريبا في كل دول العالم، ودي طبعا ليها اسباب. الاختبار بيتعمل فقط للي بتظهر عنده اعراض يكون في شك كبير في انها اصابه بفيروس كورونا، غير كده ما بتتعملش الاختبار. وبيتعمل الاختبار لمين؟ الناس المخالطين. يعني انت لما بيحصل عندك ان واحد مصاب، بيشوف المخالطين ليه، المخالطين بيعملوا لهم، هل بيعملوا لهم جميعا الفحوصات؟ لا، المخالطين بيعزل، بيطلبوا منهم انهم يبقوا في العزل الصحي، واللي تظهر عنده اعراض بيعملوا له الاختبار. ومين تاني؟ القادمين من أماكن موبوءة زي اللي كانوا بيبقوا جايين من ووهان، اللي بيعملوا القادمين بيعملوا لهم برضو الأول يحطوهم في عزل أو في حجر صحي لمدة 14 يوم، واللي يظهر عنده أي أعراض المرض يبتدي عنده الاختبار. طيب معنى كده إن الاختبار ما بيتعملش للناس اللي عندها أعراض خفيفة، ما بيتعملش طبعا للناس اللي ما عندهاش أعراض خالص، وده السبب في إنه أصبح دلوقتي في حاجة اسمها انتشار مجتمع، لأن الناس اللي عندها أعراض خفيفة وبتخف بعد كده، أو الناس اللي ما عندهاش أعراض خالص، أنا متأكد 100% إنهم بينقلوا العدوى. وبدأ الناس تتكلم على هذا الكلام، والكلام ده أنا قلته من أكتر من أول يناير. قلت أنا عندي إحساس
او قلت يمكن يكون الناس اللي ما عندهاش اعراض بتنقل زي الاتش اي في او كده، ودي هتكون المصيبه او دي هتكون الشيء الصعب يعني. دلوقتي تقريبا كتير جدا مستقرين على هذا الراي، ولذلك بدات الدول تعمل اجراءات مشدده. الناس اللي ما عندهاش اعراض خالص بياخد الفيروس ويشيله في جسمه لثلاث اربع خمس ست ايام او اسبوع وينتهي منه بدون ما تظهر عليه اعراض، زي فيروس الاتش اي في بينقله العدوى. والناس اللي بتظهر عندهم اعراض خفيفه، يا اما بيخفوا خالص يا اما بيتطور معاهم وتشتد الاعراض، دول بينقلوا العدوى برضه. وهو ده السبب في نشر الفيروس بهذه الصوره في العالم. والفيروس بياخد موجه معينه، موجه طبيعيه، يعني انتوا شفتوا في الصين، في الصين خد حوالي 3 اشهر. ليه؟ لما ناس كتيره اتعرضت للعدوى وبدأ يحصل حاجة اسمها natural immunity في الناس. لما بتحصل natural immunity في الناس بيبتدي الفيروس نفسه ما بيبقاش عنده قدرة على مهاجمة الناس، أو لما بيهاجمهم ما بيحصلش عندهم أعراض أو بتحصل عندهم أعراض طفيفة، زي كل الفيروسات اللي احنا عارفينها. في فيروس الإنفلونزا بيصيب عدة ملايين من الناس، فقط أقل من 1 من 10، أقل من 1 من 10% منهم اللي بيمر بمرحلة مرض خطير يعني أو شديد. لكن ده لأنه لسه فيروس جديد بيصيب عدد كبير من الناس وتظهر عندهم أعراض، وفي منهم حوالي 5% من المصابين أو 10% بيحتاجوا عناية مركزة، لأن لسه الفيروس جديد وأجسامنا لسه ما اتعلمتش إن هي تعمل له المناعة أو المضادات الطبيعية. الحاجة الأولى نقول إن الاختبارات اللي بتتم بهذه الطريقة فاشلة. طب ايه اللي المفروض يتم؟ المفروض ان كل اللي عنده اعراض صح يتعمل له اختبار، وكل المخالطين للمصاب يتعمل لهم اختبار مباشرة، والناس القادمين من منطقة موبوءة بالاضافة للحجر الصحي ان يتعمل لهم اختبار، ولو في امكانية يتعمل مسح، بس مازال مفيش هذه الامكانية. نيجي بعد كده النقطة الثانية اللي هي تتبع المخالطين. هل تتبع المخالطين بيتم بالطريقة المفروضة أو الصحيحة؟ طب هما مين المخالطين؟ يعني عندنا مثلا في مصر الناس اللي سافروا، اللي جم مصر وسافروا، اللي راحوا ألمانيا واللي راحوا أمريكا واللي راحوا فرنسا ولقوهم هناك مصابين. طبعا الناس دي كانت في مصر مصابة، سيان بقى خدوا الإصابة من مصر أو خدوها من بره مصر محدش يعرف، كانوا مصابين. طب مين المخالطين بتوعهم؟ احنا اعتمدنا أو الدول بتعتمد على المخالطين للمصاب على إن الفيروس ما يتنقلش إلا بالكحة المباشرة. يعني إذن المخالطين، تصنيف الناس للمخالطين هو المخالط المقرب اللي معايا في الرحلة، اللي قاعد معايا في الغرفة في الأوتيل. حاليا بقى ما عرفنا طريقة النشر انه بينتشر، ممكن انه يبقى موجود في الهواء لمدة نص ساعة في الأماكن المغلقة. يعني لو واحد مصاب دخل سوبر ماركت ويطلع الفيروس، والسوبر ماركت زي ما انتوا عارفين مكان مغلق صغير، الفيروس بيتنته في الهواء حوالي نص ساعة، وبيتنته على الأسطح 12 ساعة. طب الناس السواح اللي زي دول ما دخلوش مقاهي، ما دخلوش مطاعم، عمليا طبعا يعني يكاد يستحيل في بلد زي عندنا انك انت تجيب كل المخالطين، وهو ده السبب في انك بعد كده بتلاقي الفيروس بيطلع والناس مصابة مش عارف هي مصابة منين، لأن الفيروس فعلا بقى داخل قهوة، داخل مقهى، داخل مطعم، داخل سوبر ماركت من الناس اللي كانت مصابة قبل كده. فإذا تتبع المخالطين برضو ما بيتمش بالطريقة اللي المفروض إن احنا نعملها صح. الحجر الصحي، الحجر الصحي زي ما حكيت في القصة إن المخالطين للمصاب بيتقال لهم، ده المخالطين المقربين اللي ما عندهمش اعراض، اي اعراض، عزل منزلي. طيب هو العزل المنزلي كافي؟
ده ثبت ان اكتر، يعني حسب الدراسات اللي بتيجي من الصين، والصين طبعا اللي عندهم دراسات كتيرة لان عندهم اكبر اعداد، ان كثير من الاصابات او اغلبها بتيجي عن طريق الفاميلي كونتاكت. يعني الواحد يصيب اخوه، يصيب زوجته، يصيب زي ما انتم شايفين كده في الاخبار، الممثل العالمي المشهور هو وايه وخطيبته مصابين. يعني اذا الحجر الصحي المنزلي ما يضمنش انك انت تحمي المجتمع من انتشار الفيروس، دي حاجة. الحاجة التانية، حتى الحجر الصحي اللي هو 14 يوم، في حالات هي صحيح قليلة، بس في حالات بعد الحجر الصحي 14 يوم وطلعوهم ونزل في المجتمع، مش في المجتمع، وبعد كده جات له أعراض ولقوه مصاب، يعني إذن مش فعال بنسبة 100%. إنما الحجر الصحي الفعال فعلا اللي هو زي الجدع بتاع كوريا الشمالية ما عمل، كان المفروض تكون من أكتر الدول إصابات، بس طبعا للنظام اللي فيها اللي هو لا يمكن أنه يطبق في أي مكان. وطبعا أنا ضد أنه هو يطبق، لأن أنا عندي الفيروس يحصد بعض الأرواح أفضل من أن حاكم ديكتاتور يحصد هذه الأرواح أو الناس تعيش كأنها أموات. لا، الأفضل الموت أفضل بصراحة. بس خلينا نشوف كوريا الشمالية، أنا ما أعرفش قلت الشمالية والجنوبية، كوريا الشمالية ما فيهاش تقريبا إصابات أو فيها إصابات قليلة جدا. ليه؟ لأن هو أساسا فرض على اللي يدخل كوريا الشمالية أنه يتحط تحت الحجر الصحي لمدة شهر، يعني مستحيل أنه يدخل الفيروس. طبعا بالإضافة أنه هو عامل تقريبا، يعني هو اللي عامله من قبل الفيروس، ده حاجة أشبه باللك داون اللي الدول بتعملها دلوقتي على بعض المدن، هو قافل البلد تماما من الاول، واللي بيخرج وبيدخل بحساب، والكوريين الشماليين ممنوعين يخرجوا الا في ظروف معينه. ده الحجر الصحي الصحيح، بس ده صعب ان هو يتحقق بصراحه. التباعد الاجتماعي، احنا طبعا في اوبئه حصلت زمان وكان اصعب وباء في العصر الحديث اللي هو حصل في اسبانيا، سبانيش فلو سنه 1918. قدرة الناس أو قدرة الشعوب على احتواء الفيروس وعلى منع الانتشار أكتر من الوقت الحالي. مش الوقت الحالي بقى فيه تقدم طبي وي 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 حاجات كتيرة تختلف عن وقتها، لكن بقول لكم أن قدرة الإنسان على أنه يحتوي الفيروس في ذلك الوقت أكتر من قدرته في العصر الحالي على احتواء الفيروس. ولذلك ربما تكون نتيجة الفيروس الحالي لو هو شرس بنفس الطريقة بتاعت سبانيش فلو، هتكون نتيجتها إصابات أكتر مما حصل في سبانيش فلو ووفيات أكتر. وهو ده اللي بيخلي بعض العلماء وبعض المفكرين اللي في المجال يقولوا إن احتمال الإصابات توصل إلى عشرات الملايين والوفاة توصل إلى ملايين قبل أن يتم السيطرة على الفيروس. فالخط الرابع هو التباعد الاجتماعي، social distances، social distancing. التباعد الاجتماعي معناه ايه؟ معناها ان الناس لا تقترب من بعض بمسافة لا تقل عن متر. يا ترى حكومتك بتنفذ هذا الكلام؟ الاسواق، الناس اللي واقفة في الطابور في بينهم بعض متر، المساجد، الكنائس، الناس بينها وبين بعض متر على الأقل، مفيش الكلام ده. وبالتالي التباعد الاجتماعي من الأمور برضو التي لا تتحقق. طيب، يعني معنى الكلام ده يا دكتور هلال إن الدنيا متبهدلة وإن الفيروس هيكتسح العالم وهياكل هيدمر الناس؟ لا، مش معناه كده، لكن معناه إن نفهم هو ليه الفيروس ما زال بينتشر بهذه الطريقة، ومعناه إن الفيروس هياخد دورته. معناه إن الفيروس هياخد دورته، ولو أي دولة حبت تتبع الكلام ده بالحرفيا، العواقب اللي هتنتج عن التنفيذ هتبقى وخيمة وأكثر خطرا من عدم الالتزام بهذا الكلام حرفيا. يعني الالتزام بيه بقدر المستطاع، لكن حرفيا
هتكون العواقب أخطر بكتير جدا مما لو حتى تركنا الفيروس يمشي الحال. وهو الفيروس أيا كان أدخن منه حصل قبل كده وبيعدي، يعني بيصيب اللي بيصيب ويتوفى اللي يتوفى، وفي النهاية الإنسان بتنشأ عنده المناعة. ففي أسوأ يعني إحنا لو سيبنا الفيروس يسرح زي ما هو عايز واعتنينا بالنظافة الشخصية وي ومفيش حجر صحي وما قفلناش، إيه اللي هيحصل؟ الفيروس هينتشر زي ما كان بينتشر زمان، زي ما كان بينتشر زمان. هياخد الدورة بتاعته 3 أو 4 أو 5 شهور لحد ما يصيب عدد معين من الناس، والناس تبتدي تطور عندها المناعة الطبيعية ضد الفيروس. بعد كده الفيروس يفقد قدراته وما يصيبش الناس إلا بشيء بسيط زي كثير من الفيروسات اللي احنا عايشين معاها ومش عامله لنا مشكلة بهذه الصورة. ده على أسوأ الأحوال. طبعا الحكومات، يعني أول بند اللي هو الاختبار، ليه الحكومات فشلت في إنها تنفذ حكاية الاختبار وتوسيع نطاقه؟ طبعا الاختبار مش متاح، والاختبار عشان يتاح عايز فلوس وعايز إمكانيات. وهيكون فيه إمكانيات إزاي؟ إذا كان نص دخل العالم، نص دخل العالم بيضيع على تجهيزات عسكرية وحروب ما بين ده وده وخلافات ما بين ده وده، فإزاي هيبقى فيه إمكانية إن احنا نوفر كل هذه الأشياء للناس؟ أبسط حاجة كان المفروض يبقى هذا الاختبار متوفر لو الناس عندها الإمكانية أو الشعوب عندها الإمكانية وبتتصرف بحكمة في الدخل بتاعها والميزانية بتاعتها. كان المفروض أول بند ده يبقى متوفر، وما بيحصل شيء زي هذا الفيروس بيبتدوا أي إنسان يعملوا له الاختبار. أمريكا يعني قدرتها اليوم في اليوم بيعملوا حوالي 2000 اختبار. المفروض أمريكا ديت في الوقت الحالي يتعمل حوالي 20,000 اختبار يوميا عشان يقدروا يعرفوا الحالات المصابة ويقدروا يدوها النصائح المفترضة إنها تتجنب. فخلينا نشوف إيه اللي هيحصل في العالم. أنا قلت لكم هو إيه اللي هيحصل في أسوأ السيناريوهات. وأبسط شيء الناس تعمله عشان تحافظ على نفسها إنها ترجع للطبيعة بتاعت زمان، إنها ترجع للطبيعة بتاعت زمان. زمان كانت الناس بتنام من الساعة 7 المغرب. دلوقتي السينما، المسارح، الاجتماعات، الحفلات، القهاوي، المطاعم لحد الفجر أو لحد تاني يوم. كل ده ملوش لازم. التزمت، يعني التزاحم على المساجد والتزاحم على الكنائس، هو ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، ومتهيألي يعني من الأفضل إن أنت ممكن ما كنتش بتروح لمسجد ولا بتروح كنيسة، بس بتتقي ربنا في تصرفاتك وفي أعمالك. يمكن ده الله أعلم، بس يمكن ده أنت تكون أفضل عند الله من اللي بيزاحم في المساجد والكنائس والمعابد وفي نفس الوقت مشيه ما بيرضي ربنا. أما بتنام من الساعة 7 أو 8 بالليل، ما فيش فرصة بقى إن أنت، ده حجر صحي، ده حظر تجول رباني. يعني أنت الناس لما ترجع للطبيعة زي زمان وتبتدي تنام من الساعة 8 بالليل، ما هو ده زي حظر التجول اللي مفروض حاليا هنا في الفلبين فرضين حظر تجول، والناس كأنها تموت. الناس بتتصرف كأن بعد يومين ثلاثة خلاص الدنيا هتقف. يعني الناس بتتكابل على هافت على الأسواق بشكل يعني مش ممكن، وكأن خلاص في إعلان إن الإنتاج هيقف. الناس مش، ما فيش حد بيموت من الجوع. أنا متأكد إن أنت لو أنفقت على الأكل والشرب ربع ما تنفق حاليا مش هتموت، بل بالعكس ده أنت هتبقى أصح وأكثر عافية مما عليه الآن. لأن للأسف الشديد كل إنفاقات الناس ضرة بصحتهم. يعني أنا مثلا بيتي بيصرف 1000 دولار في الشهر على الأكل والشرب، من المؤكد لو أنا بقيت أصرف بدل 1000 دولار
300 400 دولار في الشهر، فانا متاكد ان صحتي هتبقى افضل، لان معظم المصاريف ديت على الوان الاغذيه الضاره واللي بتبذل وبتاذي الانسان. نفس الشيء السينمات، الاجتماعات اضرارها اكتر من فوائدها، قعدتك على القهاوي وسهرك ويوي ضرره اكتر من فايدته باضعاف مضاعفه. فعشان تحمي نفسك وتحمي المجتمع، ارجع للحياه بتاعت زمان، ارجع للحياه بتاعت زمان. وهشرح بعد كده في فيديو ليه زمان لما حصل بقول ان زمان ان الانسان كان عنده قدره على انه يمنع انتشار الامراض اكثر مما عندنا الان، هقولها في فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.